السيسي ونظيره الإريتري يتفقان على استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات الإقليمية. الميليشيات الإرهابية تقصف إحدى المناطق جنوبي العاصمة الليبية طرابلس. وإيران تهدد باتخاذ إجراءات بشأن الاتفاق النووي في حال انتهاء مهلة 60 يوما دون نتائج. الحديث 10 صباحا التاسعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استمرار ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات. وخلال استقباله رئيس إريتريا إسياس أفورقي، شدد الرئيس السيسي على أهمية المضي في بلورة خطط محددة لتطوير مشروعات التعاون الثنائية. هذا واتفق الجانبان على الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بينهما إزاء كافة التطورات الإقليمية. أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان الدخول في عصيان مدني بالبلاد اعتبارا من اليوم الأحد. وقالت القوى التي تقود حركة الاحتجاج في السودان أن العصيان سيستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية. قصفت الميليشيات الإرهابية بشكل عشوائي منطقة قصر بن غشير جنوبي العاصمة طرابلس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، دعا إلى هدنة إنسانية عاجلة في طرابلس، مطالبا بزيادة الدعم المقدم للنازحين جراء المواجهات في ضواحي العاصمة الليبية. قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن طهران ستتخذ إجراءات جديدة في إطار الاتفاق النووي إذا ما انتهت مهلة 60 يوما دون نتائج. وأضاف ظريف أن أوروبا ليست في موقع يؤهلها لتوجيه النقد لإيران سواء داخل إطار الاتفاق النووي أو خارجه. وكانت طهران أمهلت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني شهرين لإخراج القطاعين المصرفية والنفطية الإيرانية من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأمريكية. قال بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة تريزا مي في زعامة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء، قال إنه سيعلق دفع 39 مليار جنيه استرليني للاتحاد الأوروبي لتنفيذ عملية البريكزيت. وقال جونسون لصحيفة ساندي تايمز إن دفع هذه الفاتورة الضخمة قبل التوصل إلى اتفاق جيد لن يكون في مصلحة بلاده. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 من أكتوبر إذا لم يقر البرلمان اتفاقا جديدا للخروج. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري إكسترا نيوز. شكرا لكم على طيب المتابعة والانتظار.